السيد هذا كنعرفوه فهمتي ولد السيكشور عندنا كيقطع ما نعاودش لك. اي وحده كدوز من هنا مجرد حنا كتوصل هذيك 8 د العشيه ما كنقدروش ندوزو من هنايا كنخافوا منه خطير هو كنحباس هو مدوز واحد الوقت. عاد عبد المجيد خويا ساكن في الدار هادي الدريه تطلع عندهم تيشدها تيتعدى عليها تينقدوها السكان السكان هما اللي تينقدوها شحال من وحده. ها شنو العلاقه ديال الفساد؟ الفساد علاقه ديال الفساد. شوفي شوفي العلاقه اللي كانت بيناتهم مش مصاحبين واخويا العلم لله حنا ما نقدروش نقولوا لك شي حاجه ما شفناش حنا عا سامعين يعني ما نقدروش نكذبوا. هذاك السيد وهذيك السيده حنا ما عارفينش اش بيناتهم. المهم حنا قال لك عيب وربع شهور هو معاه قال لك هو حارقه وهذا حرام. حنا في القضيه ديال حنان حنا خويا في القضيه ديال حنان شويش حنا خويا هاد القضيه ديال حنان باقا ما تنساتش لينا اصلا. هاد حنان باقا ما تنساتش وبانت حنان اخرى مسكينه بانت حنان اخرى ثاني بانت حنا ولينا نخافوا. هادشا ما تخافش اعدام 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 تخاف على امك تخاف على اختك تخاف على كل شيء اخويا. ليلى الله الله ياخذ. انا كنطالب محمد السادس عاش محمد السادس عاش.